وعلى حسن الوفادة والتنظيم لهذا المؤتمر رغم ضيق الوقت. كما أتوجه بالشكر الجزيل للجهود الإخوة في الأمانة العامة للمنظمة بقيادة معالي الأمين العام على حسن الإعداد والترتيب لهذا الاجتماع. مجالي أن أبارك لمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون توليه مهام عمله الجديدة، متمنيا لمعاليه التوفيق والسداد في قيادة دفة المنظمة لتحقيق أهدافها السامية ومقاصدها النبيلة. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، إن المملكة العربية السعودية وانطلاقا من ثوابتها الراسخة في دعم التضامن والعمل الإسلامي المشترك، وبصفتها رئيس الدورة 14 للقمة الإسلامية، قد بادرت بطلب عقد هذا الاجتماع الاستثنائي العاجل في استجابة ضرورية لما يواجهه الشعب الأفغاني من أزمة إنسانية. أعبر عن أملي الكبير في أن يسهم اجتماعنا اليوم وما سيصدر عنه من قرارات وتوصيات في تخفيف الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الأفغاني العزيز، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما أتوجه بالشكر مجددا لجمهورية باكستان الإسلامية على استضافتنا وما بذلته من جهود في هذا الصدد، والإخوة الحضور الكرام ولمعالي الأمين العام والأمانة العامة للمنظمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.